الولايات المتحدة الأمريكية، كم فاجأك هذا القرار لبن برنانكي الذي فعلا يعني الكثير من المحللين الذين تحدثنا معهم لم يكونوا متوقعين لهذه الجولة الجديدة من التيسير الكمية؟ برأيك هل كانت حركة صحيحة من الفيدرالي الأمريكي؟ كيف تقيمها؟ هو فعليا فاجأتنا، لم نكن نتوقع فعليا بأمانة كابيتال. يعني خلال ذلك اليوم قمنا بإصدار تقارير تفصيلية حول السبب أنه لا نتوقع المزيد من التيسير الكمي. أهم ثلاث أسباب كان اللي هو فعليا السبب الأول هو وجود كيو إي في أوروبا، مبدئيا من البنك المركزي الأوروبي، أو ليس كيو إي، هو برنامج شراء السندات، بالإضافة إلى أنه قرار المحكمة الدستورية نوعا ما إيجابي. من جهة ثانية أنه حديث بن برنانكي الأخير في جاكسون هول، يعني عن الحديث عن أنه الكيو إي 1 والكيو إي 2 قامت فقط بإضافة 2 مليون وظيفة، هذا نوعا ما يعني شيء غير معقول. الشيء الثالث هو فعليا انه يعني الحركه دعنا نفسر فكره الكيو اي 1 و 2 انه للوظائف، كم كلفت بهذا الحال الحكومه الامريكيه كل وظيفه اضيفت؟ نعم فعليا هو كما قال بحسب الماث او بحسب يعني ما قاله، هو قال انه الكيو اي 1 وكيو اي 2 وهو تكلفتهم كانت 2 تريليون فاصل 3 مليار دولار، فان كل وظيفه حوالي مليون و150 الف دولار لكل شخص يعني للحصول على وظيفه. فنوعا ما هي من ناحيه الجفرمنت ستاندرد او مبادئ الحكومه، هذا شيء غير معقول انه انا كل شخص من المواطنين يكلف البنك المركزي مليون و150 الف دولار عشان يشتغل، يعني نوعا ما او يعني الشكل واضح انه غير معقول. هذا من جهه. الاخيره هو فعليا انه من الممكن كانت ان تاخذها الاسواق هي بحركه سياسيه او يعني بتدخلات سياسيه نوعا ما من اوباما لاعطاء الاسواق الامريكيه دفعه كبيره على مدار الشهرين المقبلين، وهو اوريدي راح نشوف هذا الكلام الارتفاع في الوقت المقبل. دعني اركز على هذه النقطه قبل ان ننتقل الى البقيه. هو سيعطي دفعه للاسواق الامريكيه، ولكنه في نفس الوقت سترتفع اسعار السلع، هذا اولا، اسعار كل شيء بشكل عام سوف ترتفع بنتيجه هذا الضخ النقدي. ألن تضر أوباما أيضا هذه الموضوع؟ كم من الشعب الأمريكي هو في يعني يستثمر بالأسواق المالية؟ نعم، هلا الشيء الذي حصل الآن أو الممكن أن يحصل، شهدنا خلال الفترة الماضية حديث أوباما عن استخدام الاحتياطي الاستراتيجي من النفط. يوم أمس أو يوم تم الإعلان عن التيسير الكمي، شهدنا خلال 4 أسابيع التي سبقتها يعني تداول السلع بشكل عام أو خام غرب تكساس ما دون مستويات 97 دولار وهي متوسط 200 يوم. لكن بعد الإعلان عن ذلك ارتفعنا إلى ما فوق مستويات المئة دولار، لكن إغلاق الأسبوع أيضا كان بين 99 إلى 98. مجرد الحديث عن المزيد من الاحتياطي الاستراتيجي أو الاستخدام للاحتياطي الاستراتيجي لن يرفع أسعار النفط بشكل كبير، كما أنه لا ننسى أنه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي لا يتحمل أصلا سواء في برنت أو حتى في وست تكساس ارتفاعات كبيرة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، التضخم هو فعليا يعني ما سيكون مشكلة نوعا ما، لكن ليس الآن على المدى الطويل. التحوط دائما بالنسبه للتضخم هو كان بشراء الذهب منذ بدايه النصف الثاني من العام الحالي، مع بغض النظر من انه شهدنا يعني العديد من خيبات الامل من الفدرالي الامريكي، كان في بدايه شهر 6 يقول انه لن يكون هناك تيسير كمي، ومن ثم عاد ليقول انه هناك، الان اصبحنا هناك في تيسير كمي. لكن فعليا الخطوه التي اخذها نوعا ما من الممكن هي بالنهايه هي نوعا ما ممكن ان تكون اخر يعني اخر الاوراق الرابحه لدى الفدرال الامريكي. قام لم يعطي الاسواق كم مدى هذه الاموال. وهذه نقطه اريد ان اركز عليها، يعني لا تاريخ لانتهاء البرنامج، ماذا يعني ذلك؟ اذا كان عندنا مثلا هذا الشهر ارقام وظائف جيده، هل يعني ذلك اننا سنتوقف الشهر الذي بعده؟ هو الذي كتبتها في احد المواقع انه اذا كنا احنا خلال الفتره الماضيه شهدنا 2.3 تريليون قامت باضافه حوالي 2 مليون، لنفرض أن هذا البرنامج الـ 40 مليار سيستمر حوالي 6 أشهر لنقل، كما عودنا الفدرالي دائما 6 أشهر ثم يقوم بتجديدها، هذا يعني أنه لن تضيف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 280 ألف وظيفة فقط خلال 6 أشهر. هذا بما معناه أنه النون فارم بيرول أو اللي هو برنامج الوظائف سيأتي كل شهر بحوالي 30 إلى 40 ألف وارد ممكن. لكن السؤال الأهم الآن، كم فعليا سيستمر في ذلك؟ لم يكن أجريسيف أو لم يكن متشدد جدا الفيدرالي، قال أنه 40 مليار ولم نعطي أي نوع من تاريخ الانتهاء. لا ننسى أيضا أن الأوبريشن تويست ستنتهي خلال نهاية العام الحالي، هل سيقوم بتجديدها مرة أخرى
أم سيقوم ببداية exiting strategy مع الـ QE؟ نوعا ما بعيدة المنال، لكن ننتظر ما سيقوم فعليا بالأوبريشن تويست. هل سيستمر بتمديدها؟ لا نعتقد فعليا، لأنه لن تكون مجدية، لأنه الأوبريشن تويست الأول والثاني لم يكن مجدي فعليا الولايات المتحدة الأمريكية، ولولا ذلك لم يقم بالإعلان عن المزيد من التيسير الكمي QE 3. لكن كل الأنظار الآن يجب أن تتجه نحو فعليا الأسواق الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى يعني أرى يجب على الجميع الآن التركيز على أبل، لأنه يجب أن يعني التركيز على مبيعاتها، لأنه العديد من الاستطلاعات الرأي والعديد من الاستطلاعات للمحللين تشير أنه إذا تمت فعليا استمرار شراء آيفون 5 الجديد، من الممكن أن يدعم الاقتصاد الأمريكي بحوالي 15% على الناتج المحلي الإجمالي. هذا ما يجب الآن متابعته، لكن على المدى الطويل على الأقل استمرار الفدرال الأمريكي ويعني زيادة توقعاته بأنه أسعار الفائدة ستبقى عند مستوياتها إلى العام 2015 وحتى منتصف العام 2015. نحن نتوقع الآن فعليا خلال الشهر المقبل أن يضيفها مرة أخرى إلى نهاية 2015، لأنه لا نعتقد أن الكيو إي سينتهي قريبا، لأنه ما يحصل الآن في أوروبا والتحول الكبير الذي حصل من المحكمة الدستورية الآن أعطت ألمانيا الكرت الأخضر أو الكرت المهم إلى إدارة الأزمة بشكل عام وإدارتها من خلال مجلس الشعب أو مجلس البرلمان الألماني. يعني أي دولة لن تحصل على أي مساعدات قبل أن يقوم التصويت على هذه المساعدة من قبل مجلس النواب. فنوعا ما الأمور دعنا نفسر هذه النقطة أكثر للمشاهدين. نحن نتحدث هنا عن البرنامج شراء سندات الجديد الذي اقترحه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي ووافقت عليه المحكمة الدستورية العليا. طبعا هذا ضمن صندوق أو آلية الاستقرار الأوروبية التي تقدر مواردها ب 700 مليار، 190 مليار هو طبعا حصة ألمانيا فيه، أي زيادة عن ذلك سوف تكون بطلب موافقة البرلمان الألماني الذي مفروض أن يوافق على ذلك قبل أن يكون هناك أي دخل مبالغ جديدة. النقطة هنا التي أريد أن أتحدث عنها، كان هناك الكثير من الطروحات للبنك المركزي الأوروبي قبل ذلك، LTRO 1 و 2 وأيضا برنامج شراء سندات كانوا قد اشتروا فيه الكثير، لماذا هذه الخطة الجديدة؟ يعني هناك تفاؤل كثير في الأسواق بأنها مختلفة، مع أننا نتحدث عن limited resources، يعني المبالغ المطروحة قد لا تكفي حتى to bail out البنوك الإسبانية. هذا الشيء المهم الذي يجب الحديث عنه، فعليا لم نسمع يعني لا أرى أو لا أتوقع أنني سمعت في أحد التلفزيونات نوعا ما الحديث عن إيطاليا، دائما الحديث عن مين؟ عن اليونان التي أفلست بالفعل، مع أنه العديد من الناس يقول أنه اليونان خرجت من شبح الإفلاس لكنها فعليا أفلست. الشيء الآخر الحديث الآن عن إسبانيا، عن البرتغال، عن أيرلندا، لكن لم نسمع أي أحد يقول أو يتحدث عن إيطاليا. إيطاليا الدين العام تبعها 2.9 تريليون يورو، 120% بالضبط. فعندما يعني في أي يوم من الأيام عندما نقول أن اليونان أفلست، في بما معناه أفلست على 400 مليار لنقول، إذا فما ماذا ستفعل إيطاليا؟ هذا من جهة. الخطة الجديدة هي نوعا ما ممكن أن نقول هي بداية لحل وليس حل المشكلة. لماذا قالت المستشارة الألمانية بأن هذا البرنامج هو الخطوة الأولى على طريق حل الأزمة الأوروبية؟ هل تعني بذلك بأن كل ما حدث قبل ذلك هو فشل؟ هذا لما طرحت السؤال نفسه، يعني لما سمعت هذا الكلام أنه وماذا عن كل الذي حصل خلال السنوات الماضية، تريليونين و210 مليارات بالتأكيد. هلأ الدين بالنهاية سيبقى ولن يذهب، يعني كل ما حصل منذ 2007 إلى الآن الدين لا زال مستمر والدين لا زال يرتفع ولا يوجد أي نوع من وقف الدين. وهي دائما أقولها أنه هي اسمها أزمة الديون السيادية الأوروبية، لوقف هذه الأزمة يجب وقف الشيء الرئيسي فيها وهو وقف الدين. ألمانيا خلال الفترة الماضية كانت مجبرة على أنه أو خلال القمة الأوروبية الأخيرة أجبرت على أنه تتنازل عن العديد من الأمور اللي تسمح للبنوك للاقتراض من جديد مرة أخرى. LTRO 1 كان نوعا ما هو مساعدة غير مباشرة من البنك المركزي الأوروبي لإيطاليا، LTRO الثاني كان لإسبانيا، لكن بشكل غير مباشر، لأنه عند الحديث عن بيل أوت كامل لإيطاليا هذا يعني سيعطي يعني خيبة أمل، وليس خيبة أمل فقط، سيعطي إشارة سلبية جدا للأسواق إنه البيل أوت في اليونان لم يجدي ولا زالت إلى الآن، يعني عن 400 مليار لم يذهبوا لله يعني حتى الآن. فبما معناه إنه
اليونان لم تستطيع، كل دول الاتحاد الأوروبي على مدار سنتين يعني الحصول على حل أو الوصول إلى حل لمشكلة اليونان، وهي فقط 400 مليار، فما بالك في مشكلة في عند إيطاليا 2.9 بتريليونات، ليس فقط بمليارات، أصبحنا نتكلم بتريليونات. فالأسواق فعليا في ذلك الوقت في حال تم الإعلان عن أي شيء من هذا النوع، هنا يعني الأسواق، السؤال الأهم ماذا ستفعل الأسواق في حال الحديث فقط عن إيطاليا. لكن خلال الفترة المقبلة فعليا هو من الممكن الآن أن تتجه الدفة مرة أخرى في مكان آخر غير أوروبا، لأنه يعني على الأقل وجود الأموال الحالية مع نوعا ما الخطوة التي اتخذتها، هو فعليا أصبحت ألمانيا الآن هي ماستر المشكلة الأوروبية. وهي دعنا نركز على هذه النقطة قليلا. الحديث هنا بأن البرلمان الألماني هو الذي سيكون صاحب القرار النهائي في حال كان هناك زيادة للأموال، كيف ترى هذا الموضوع، وخصوصا أننا نحن الآن نتجه إلى أيضا انتخابات سياسية في ألمانيا، والمستشارة الألمانية قد تكون خارج المعادلة؟ هنا نعود مرة أخرى كما حصل في فرنسا. فرنسا عندما أتى اليساريون قال اليساريون أننا نريد المزيد من زيادة النمو، زيادة تحفيز الإنفاق النمو من عن طريق زيادة الإنفاق، وهذا يعني زيادة الدين. الآن ألمانيا كذلك الأمر، يعني ألمانيا الآن هي مختلفة مع اليساريين من ناحية زيادة الدين، لكن في حال دخلنا الآن إلى انتخابات سياسية في ألمانيا، وخرجت الميجوريتي أو اللي هي الأغلبية من أنجيلا ميركل، سنأتي باليساريين مرة أخرى ليتفقوا مع الفرنسيين مرة أخرى بالضبط. فهنا نعود مرة أخرى للمشكلة ذاتها، لأنه لن يوافق فعليا اليساريون على مساعدة أي دولة خارج ألمانيا لكي تبقى الأموال في ألمانيا، ولكي يعني يذهب يعني ما نقوله اللي هو أنه في عندنا دول في الاتحاد الأوروبي عايشة على ألمانيا أو على حساب ألمانيا. 52% من الألمان كانوا قد قالوا بأنهم لا يوافقون على أصلا آلية الاستقرار الأوروبي ومشاركة الألمان فيها، ولكن ألا تتوقع بأنه في نهاية الأمر ألمانيا مستفيدة جدا من وجودها في منطقة اليورو، وأي شيء قد يحدث قد يؤثر عليها بشكل كبير؟ هي مستفيدة، وبنفس الوقت هي مستفيدة نعم بالتأكيد، لو أنها مش مستفيدة لم تكن لتستمر في الاتحاد الأوروبي إلى الآن، لكن بنفس الوقت متضررة نوعا ما بشكل أو بآخر مما يحصل من الدين. هو الدين دائما هو ما يحصل الآن أو هو ما نرى الآن أسعار الذهب، كيف ترى تعاملات الذهب قبل أن نضطر أن ننهي البرنامج؟ يعني أسعار الذهب لازلت أراها مستويات 1800 قائمة جدا، مستويات 1920 سنراها مرة أخرى، لكن ليس العام الحالي، خلال العام المقبل ممكن. الشيء الذي أفضله دائما أقولها السيلفر على الذهب، أرى مستويات 37-40 واردة جدا.